زلزال جديد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال هذه الفترة وحتى 8 نوفمبر. فرانك هوجربيتس عالم الزلازل الهولندي يثير القلق بتوقع زلزال جديد، فما التفاصيل؟ حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من نشاط زلزالي جديد، وتوقع أن تصل درجته إلى 7 أو 6 درجات على مقياس ريختر. واستند العالم الهولندي إلى الهندسة الكوكبية، حيث أشار إلى اقترانات كوكبية ستحدث من الآن وحتى 8 نوفمبر تتضمن وجود الأرض بين كوكبي الزهرة والمشتري، وأشار إلى تشكيلات كوكبية معقدة تتضمن عطارد وأورانوس، وقال سيكون لدينا بعض الأشكال الهندسية ذات الزاوية القائمة التي تتضمن كوكب الزهرة، وهو أمر نادر للغاية في الأيام المقبلة. وذكر هوجربيتس أن هذه التغيرات الكونية تأتي قبل ظهور القمر الجديد في 1 نوفمبر، مما يزيد من احتمالية حدوث نشاط زلزالي كبير. وقال أيضا إن نتيجة لذلك يمكن أن نرى زلزالا أعلى بقوة 6 وربما بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في غضون 2 تقريبا، وتوقع أن يحدث ذلك في 3 أو 4 نوفمبر. وكان قد نشر مقطع فيديو في منتصف شهر أكتوبر الماضي يتنبأ فيه بوقوع بعض الزلازل والهزات الأرضية في أكثر من دولة حول العالم. وأكد عالم الزلازل الهولندي أن الأيام التي تتأثر بها الأرض بسبب اقتران الكواكب بدأت منذ يوم 14 أكتوبر وستنتهي يوم 22 من الشهر نفسه، نظراً لاستمرار التغيرات الهندسية الحرجة في المجال الفلكي. وتابع العالم الهولندي أن تأثر الأرض بهذه الظاهرة سوف يستمر حتى يوم 22 أكتوبر، وبالفعل وبعد تنبؤ العالم الهولندي بوقوع زلزال أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي صباح يوم 22 أكتوبر أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة شرق إندونيسيا، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. ومن ناحية أخرى نفى الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية صحة توقعات الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، مؤكدا أن توقعاته غير حقيقية على الإطلاق، وأنه ليس بعالم ولا يستند في توقعاته إلى أي أدلة علمية، وأنه يسعى لاستغلال الأحداث ونشر الذعر فقط ولا صحة لما يقوله. وأوضح رابح أن وقوع الزلازل ظاهرة طبيعية تحدث بشكل يومي على مستوى الكرة الأرضية، وأنها لا يمكن التنبؤ بها وأنها لا ترتبط بالظواهر الفلكية. ولهذا فإن توقعات الهولندي أمر غير علمي وغير مدروس، ولا يجوز أن يطلق عليه عالم، وأن ما يفعله الرجل الهولندي شيء عشوائي. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد ضرب زلزال جنوب خليج العقبة أمس الخميس بقوة 4.1 وعمق 6 كيلومتر، حيث يبعد 9 كيلومتر عن شرم الشيخ. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد هزة أرضية بالقرب من شرم الشيخ في تمام الساعة 7:34. وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل الزلزال الجديد المتوقع من قبل فرانك هوجربيتس عالم الزلازل الهولندي. ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد. نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا ياسمين فتح الله، وإلى اللقاء.